بالشأن اليمني، بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مهمة جديدة تهدف إلى إقناع الرئيس علي عبد الله الصالح بتسليم السلطة بموجب المبادرة الخليجية. ويلتقي بن عمر نائب الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي فوضه صالح التفاوض حول اتفاق تسليم السلطة، كما يلتقي بن عمر مع قادة المعارضة للغرض نفسه. وقالت مصادر يمنية إنه إذا نجحت زيارة بن عمر فمن المتوقع التوقيع على الاتفاق في احتفال بالسعودية بحلول منتصف الشهر الجاري. وقد أفاد مراسل بي بي سي في اليمن بأن إصابات قد وقعت خلال إطلاق نار من قبل مسلحين يعتقد أنهم من أنصار الحزب الحاكم في شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء. وفي تعز ذكرت مصادر طبية أن 5 متظاهرين أصيبوا برصاص قوات موالية للرئيس اليمني قبل عودتهم إلى ساحة الحرية. وقد طالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس وكبار معاونيه ورفض أي تسوية تمنحهم حصانة من الملاحقة القضائية. ومتابعة